سفاح الغابة اللي هو الحيوان اللي قدامك ده واللي اسمه ابن عرس، ممكن تفكره حيوان غلبان وملوش فيها، لكن حاسب خد بالك ده شبيح في نفسه وقاتل متسلسل، وبيقدر يهاجم حيوانات حجمها 10 أضعاف حجمه ولا فرق معاه. ده غير انه مفجوع وعلى طول جعان، ما بيبطلش اكل لدرجة انه بياكل في اليوم ما يعادل 60% من وزنه. الغريب ان المخبأ بتاعه عبارة عن مشرحة، وده لان لو دخلته ممكن تلاقي اكتر من 50 جثة لحيوانات مختلفة اصطادها ومخزنها عشان وقت الجوع. الاغرب انه قبل ما يهاجم فريسته بيتحمس وبيرقص رقصة العلماء بيسموها رقصة حرب النصر. يا اخي سبحان الله، قولنا في التعليقات اكتر معلومة استغربتها.